وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج ابدا بنفسك. في بدايه الحلقه احب ارحب بزميلي احمد. اهلا وسهلا يا مان. النهارده حلقه مميزه ومعانا النهارده مخرج وممثل، المخرج مصطفى بكري والممثل محمود العبيدي. في البدايه كده استاذ مصطفى، بدات ازاي الاخراج واتجهت ليه؟ والله خليني اقول لك ان كل واحد عنده موهبه في مجال، اذا كان ممثل او مخرج. فانا درست الاثنين، درست التمثيل والاخراج السينمائي، فلقيت الكاريزما بتاعتي والقدرات بتاعتي ان انا عندي خبره في الاخراج اكتر بكتير من ان انا اكون ممثل، فتخصصت في مجال الاخراج. يعني انت خدت كورسين، كورس اخراج وكورس تمثيل، فلقيت نفسك مبدع في الاخراج. بالظبط. سمعنا برضو ان حضرتك بتصور فيلم جديد عن الطار، ممكن تحكي لنا عنه عن الممثلين اللي مع حضرتك؟ والله هو انت حضرتك كده شكلك عايزه تحرق الفيلم ولكن مش كتير علينا يعني ولكن انا معايا الفنان حازم فؤاد، ومعايا الفنان محمد الشربيني، ومعايا الفنان عيدة بالحمد. الفيلم باختصار بيتكلم عن الطار في الصعيد والشباب والسقر، فالمفروض احنا نحافظ على نفسنا، وحتى لو في مشكلة ما نوسعش الأمور يعني. فحاجة حلوة إن شاء الله، وداخل بيها مهرجان سينمائي دولي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ محمود، إزاي بدأت التمثيل وإيه اللي خلاك تتجه للتمثيل؟ وهل دي كانت موهبة عندك من الأول ولا أنت نميتها وكده ولا؟ والله هو حضرتك بس أنا يعني موهبة التمثيل دي فأنا يعني اكتشفتها في نفسي، وفي ناس كتير يعني كانت دايما لما بتكلم معاها وبقعد معاها بتقول لي انت عندك موهبه حلوه وكده، فبدات ان انا اشتغل على نفسي، وبدات ان انا دخلت يعني في ورشه تمثيل وكده، درست يعني المجال، فحبيت اطور من ادائي واطور من نفسي كويس، والحمد لله يعني. يعني انت ما وقفتش بس على الموهبه، انت كمان طورت من نفسك، خدت ورش تمثيل وكورسات تمثيل. الحمد لله تمام كدا. يعني حبيت ان انا اطور من ادائي اكتر، ودخلت الحمد لله في المجال، اشتغلت في فيلم مع أستاذ مصطفى بكري، في فيلم حب وعش، اشتغلت فيه مع الفنان عيد أبو الحمد، وفي الفيلم الجديد إن شاء الله مع أستاذ حازم فؤاد برضه، فيلم الطار إن شاء الله. هو التمثيل هو الهواية الوحيدة لحضرتك ولا في هواية تانية؟ لا، هو هوايتي اللي هي التمثيل. ومين الممثل المفضل اللي أنت حابب تشتغل معاه؟ والله حضرتك بص، هو كل الوسط الفني يعني كلهم نجوم وكلهم بنتعلم منهم، ولكن يعني ما اقدرش اقول لك يعني افضل حد معين، بس ان انا يعني انا اتمنى ان انا اشتغل مع كل الناس، كلهم نجوم وكلهم يعني بنتعلم منهم. بس في حد بيبقى بارز كده في شخصيتك ان انت عايز تشتغل مع الممثل ده ويبقى قدوه ليك؟ هو الحقيقه يعني انا بحب يعني محمد رمضان جدا، ونفسي ان انا يعني وبتمنى ان انا اشتغل معاه. ان شاء الله تشتغل معايا. ان شاء الله. عايزين برضو نعرف من حضرتك يا استاذ مصطفى رايك في اداء استاذ محمود. والله محمود اللي عاجبني في محمود ان عنده كاريزما عاليه جدا جدا، يعني محمود انا بعتمد عليه في تصوير كتير قوي. المفروض الممثل ياخد السكريبت قبل التصوير باسبوع 10 ايام، ولكن محمود انا ببقى جايبه في شغل معايا مش مقلق من اي حاجه، ممكن اديله السكريبت في نفس اليوم بيحفظه بيجيب لي الاداء المطلوب بالظبط. فاشتغل معايا في كذا حاجه، فهو ممثل حلو وان شاء الله ليه مستقبل باهر يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انت بتشكره كمان ان هو بيشتغل معاك وان هو بيجتهد في عمله وان هو بيحاول يتعب اكتر عشان يوصل لمكانه اعلى من كده. هو بيسعى، هو عنده موهبه بيسعى، فاحنا بنساعده وبنساعد اي حد من الوجوه الجديده هو يصعد ويطلع للساحه الفنيه. استاذ محمود، مين اكتر حد دعمك في وخلاك ان انت تحب تخش الشغل التمثيل؟ والله وانا بدات يعني بدات في السعي بنفسي ان انا اوصل في وادخل المجال، ولكن يعني بفضل الله، ولكن والحمد لله يعني صاحب الفضل عليا من بعد ربنا هو استاذ مصطفى. استاذ مصطفى بكري يعني هو اللي كان معاك في اول الطريق وهو اللي مهدك لكده وهو اللي وجهك يعني للتمثيل. وصلت عن طريقه هو، والحمد لله يعني قدرت ان انا اشتغل في واخش المجال واشتغل معاه في فيلمين يعني. الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله تكملوا مع بعض. استاذ مصطفى، عايزين برضو نعرف من حضرتك مين من الممثلين اللي حابب تبقى مخرج عمل ليه؟ والله هو خليني اقول لك يعني اكتر حد بحب اشتغل معاه واشتغلت معاه من قبل هو الفنان محمد رمضان. مش عشان الناس كلها بتقول انا عاوز اشتغل مع محمد رمضان، لا، انا عايز اشتغل مع محمد رمضان عشان عنده قدرات عاليه، يعني هو يعتبر بديل الفنان احمد زكي رحمه الله عليه. فان شاء الله باذن الله، وانا بقول اهو دلوقتي ان شاء الله قريب جدا هيبقى في عمل معاه بعون الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.
ايه اكتر موقف صعب حصل لك وانت بتصور فيلم؟ والله هو اكتر موقف حصل مش فيلم، كنت بصور مسلسل كوميدي صوتكم، واثناء التصوير المفروض المسلسل في واحده معانا هتبقى زوجه يعني، اتفاجئت اني عملت حادثه مش هتقدر تيجي، اكتشفت الكلام ده الصبح. فطبعا ايه البديل؟ البديل كنت انا مؤلف، فطبعا اخترعت مشهد في السكريبت ان الزوجه دي هتتطلق وهنجوز العريس واحدة تانية. يعني انت شلت الزوجة اصلا بسكريبت معين، بسكريبت معين، وعملت تعديل في السيناريو ان هو طلقها قبل ما توصل البيت اصلا. ودخلت والدها على طول، انت بتطلق بنتي ليه؟ بنتك خرجت بره البيت بدون اذني، طلقها بس مشكلة حل. عايزين برضو نعرف مين مثلك الاعلى في الاخراج. في الاخراج هو استاذي طبعا واكتر حد بحبه واللي اتعلمته منه هو المخرج علي بدرخان رحمه الله عليه، ربنا يرحمه يا رب. ربنا رحمه الله عليه. وانت يا استاذ محمود ايه اكتر موقف صعب حصل لك في التمثيل؟ والله هو الحمد لله يعني، بس يعني لحد دلوقتي الحمد لله ما قابلتش اي صعوبات، بس لكن في اول فيلم اشتغلت فيه مع استاذ مصطفى كان مع الفنانه ايده ابو الحمد، فكنت انا بصور اول مشاهد معاه، يعني انا اول حد كنت بصور المشاهد بتاعته، فاول ما وصلت ودخلت كده فاستاذ مصطفى بيقول لي يلا غير عشان هبدا بيك انت اول حد. انتوا اشتغلتوا مع بعض قبل كده في كذا حاجه ومش في الحاجه دي بس؟ لا، ما هو في اول فيلم اللي هو اول فيلم مع بعض كان اسمه الفيلم اسمه حب وعشق. حب وعشق. لو ممكن تقول لنا كواليس ليه من الفيلم كده؟ حاليا دلوقتي ما فيش حاجه مزيد. بس خليني احكي لك الموقف اللي هو اللي حصل يعني. ان اول ما صورت انا كان قبل ما بعد ما صورت يعني اول مشهدين، ففي حد تاني كان هيصور مشهد قبلي يعني قبل انا ما اخلص المشهد بتاعي، فاللي كان بيصور ده فحصل يعني ايه يعني ارتبك كده يعني، وده وارد بيحصل مع اي حد يعني، اي حد بيحصل. فلما حصل معاه الموقف فلما حصل معاه اول موقف ده فانا قلقت وخفت اكتر لا يحصل معايا انا نفس الموقف، فاضطريت ان انا ايه اركز اكتر عشان ما اتحطش في نفس الموقف اللي هو ايه اللي حصل معايا. ان تواجه صعوبات بعد كده وان انت اتخطيت الموقف ده. الحمد لله ما قابلتش اي صعوبات. عايزين منك تفسير او معلومه للناس اللي حابه تبقى تدخل مجال الاخراج وبتنصحهم بايه؟ الاخراج ولا التمثيل؟ الاخراج. الاخراج والله انصح اي حد عنده موهبه في الاخراج ان هو يسعى ويشتغل على نفسه، ولازم مهم جدا انك تنزل اللوكيشن، لان في ناس كتيره بتدرس وبتاخد كورسات ومش بتنزل لوكيشن. عايز اقول لك معلومه، والله لو ما نزلت لوكيشن عمرك ما هتتعلم اي معلومه. انزل اللوكيشن، خبط، اغلط، مش مشكله، ولكن ما تعتمدش انك انت هتاخد كورسات في كورسات ومش هتنزل لوكيشن على ارض الواقع. انزل لوكيشن، اعمل غلط، صور مع نفسك، اشتغل على نفسك في البيت، اجر كاميرات تشتغل، ما تنتظرش لما الفرصه تجيلك او لما حد يقول لك انزل اشتغل معايا مساعد مخرج. الفرصه مش هتجيلك ما دام انت قاعد مكانك. انت بتتكلم ان احنا لازم اي حد عنده موهبه اخراج ان هو يشتغل عليها وان هو ينزل ورش تمثيل على وما يقعدش في البيت يقول مثلا الفرصه هتجيلي، ما انتظرش. صح كده، اتحرك ويسعى. ده دليل على ان حضرتك نزلت ورش تمثيل كتير قبل ما تبدا. طبعا لا، هو انا ما نزلتش كتير، انا هم نزلت ورشتين بس، ورشه كانت مع المخرج يوسف كمال رزق مخرج منفذ، والمخرج الثاني علي بدرخان، وبعد كده شقيت طريقي وقلت لازم اسعى بقى، انا مش هينفع اقف مكاني واعتمد على الكورسات، لازم انزل على ارض الواقع واخد لوكيشن واثنين وثلاثه وكاميرات واتعامل، ما انتظرش لما الفرصه تجيني لحد عندي، لان الفرصه عمرك ما الفرصه عمرها ما تجيلك. ونزلت كم فرصه كم ورشه اخراج؟ ورشتين بس. ورشتين اخراج. وعملت بيها كل ال عملت شغل كتير قوي الحمد لله. الحمد لله. وحضرتك برضه نزلت ورش تمثيل كتير قبل ما تبدا تمثيل ولا لا؟ انا نزلت ورش تمثيل ودرست المجال عشان اطور من نفسي واعرف المجال يعني اطور من ادائي، وما اشتغلتش يعني كده وخلاص، فحبيت يعني انا عندي موهبه الحمد لله، بس حبيت ان انا برضه ايه اطور من ادائي اكتر ودخلت ورش تمثيل والحمد لله يعني. عايزه برضه اعرف من حضرتك مين اول حد اكتشفك وقال ان حضرتك عندك موهبه وبعدها بقى ابتديت تنزل ورش وكده؟ هو بصراحه ناس كتير يعني كانت بتقول لي، يعني ناس في الشارع، ناس مثلا ابقى قاعد معاها كده بنحكي في اي حاجه بنتكلم مع بعض، فبنهزر بنضحك بنعمل مثلا حاجات كده مع بعض زي ادوار كوميديه بتاع، ولكن لما دخلت بدات في طريق السعي للمجال ان شاء الله يعني حبيت ان انا ادخل المجال، فاستاذ مصطفى اول ما تعرفت بيه وكده وخدت بعد كده فتره درست يعني في فتره في كذا ورشه، ف
فهو كان الحمد لله يعني اول اكتشاف الحمد ليا لله. يعني الحمد يعني لله. انت في حياتك اليوميه برضو بتشتغل على التمثيل وبتمثل انت وزمايلك ادوار تمثيل سواء كوميديه او اكشن او دراما؟ بس انا في يعني انا في عايزين طبيعتي برضو نعرف من حضرتك اول ورشه تمثيل نزلتها كانت امتى، وده هنعرف اجابته ان شاء الله بعد الفاصل. كان اول ورشه تمثيل بعد الفاصل. كان بعد الفاصل. فاصل وهنرجع لكم تاني اعزائي المشاهدين. ومعانا الاستاذ عفيفي سلامه ومدير مبيعات زد برونتو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا فندم بحضرتك، نورتونا. منور قناه الحدث. ربنا يخليك فندم، حضرتك منورين المعرض كله. انا كنت عايز اسال حضرتك، هو ده الايفنت الكام هنا في المهرجان؟ احنا دي رابع مره ننزل المهرجان على الموضه. حضرتك زي ما انت شايفه الايفنت بيضم 10 12 مصنع من اكبر المصانع اللي موجوده في مصر. ايوه. احنا الحمد لله مصنع زد برونتو معروف في مصر كلها. الحمد لله معروف، منتجاتنا معروفه، احنا بنقدم خامه قصاد سعر، خامات كلها مستورده عندنا، خامات اكسسوارات، القماش، كل حاجه. احنا مصنع بتاعنا في مناطق خارجيه ادويه، بيضم 150 عامل. الحمد لله الدنيا ماشيه فيه كويس وبنقدم حاجه كويسه قوي واسمنا معروف الحمد لله، ومصر كلها عارفه مصنع زد برونتو. طيب بالنسبه للخامه بتاعت زد برونتو، هل هي صناعة مصرية ولا مستوردة؟ احنا صناعة مصرية، لكن في بعض الخامات بنستوردها من بره، يعني احنا القطن مثلا بنستورده، سنجل ليكوا بنستورده، الاكسسوارات في بعض الاكسسوارات مستوردة، عشان كده القطع بتاعتنا يعني تعتبر امتداد للتركي، لان احنا كنا بنستورد اصلا من تركيا فترة، لكن خلاص اتجهنا بقى للصناعة المصرية، ان حضرتك بقى تحيا مصر وشجع المنتج المصري. أعزائي المشاهدين ومعانا أستاذ إيهاب مصطفى، أهلا وسهلا بكم في مبيعات القاهرة. ده والله بنورك ميرسي، والشغل جميل جدا. الله يخليك، ده عينيك جميلة يا فندم، نورتونا النهاردة. نورتونا الله يخليك. الله يخليك. حضرتك بقى مسؤول عن مبيعات هنا في القاهرة، تمام؟ أنت شايف إيه؟ هل زد برونتو المبيعات بتاعته بتطلع ولا إحنا بننزل؟ والله إحنا في الفترة الأخيرة ديت الحمد لله تمام، حققنا مبيعات كويسة. أيوة. غطينا معظم القاهره، مش هقول لك معظم الجمهوريه كمان مش القاهره بس. تمام. وصلنا لجميع المحلات في القاهره وفي الجمهوريه كمان، واخد بال حضرتك؟ فالحمد لله المنتج ذات نفسه ساعدنا، عشان هو منتج مميز، واخد بال حضرتك؟ بخامته، جودته، بسعره. تمام. ده ساعدنا كتير ان احنا ننتشر في فتره قصيره جدا في القاهره، تمام، وبجميع انحاء الجمهوريه. والمنتج طبعا هتلاقيه في اي مكتب في مكاتب الجمله في القاهره او بعض المحلات. طيب حضرتك شايف ان موضوع المهرجانات والايفنتات ده مربح لاي مصنع؟ هل فعلا ان هو بيسوق كويس للمصنع وكده، ولا في طرق اخرى تبقى افضل من الايفنتات؟ والله يا فندم، هو الايفنت دوت بيتعمل كل موسم، وانا شايف ان هو طريقه كويسه جدا، لان حضرتك دوت بيجي ناس كتير من جميع انحاء الجمهوريه، مكاتب او افراد او محلات، وطبعا بيجي لنا اخوه عرب كل موسم،
مع حضرتك هنا بيجي لنا هنا، فبيبدأ المصنع يتعرف على الجمهور والجمهور بيتعرف على المصنع الجديد والشغل الجديد، فبتبقى فرصة كويسة جدا للناس أو للمكاتب اللي احنا بنتعامل معاها إن هو في منتج جديد نزل فبيعرفوه بطريقة سهلة وكويسة. اهلا بحضراتكم. طبعا قبل الفاصل سالنا حضرتك اول ورشه عمل في التمثيل كانت امتى؟ كانت من حوالي في شهر رمضان اللي فات. وبعدها على طول نزلت شغل تمثيل ولا خدت وقت؟ لا نزلت شغل على طول من بعدها. تمام. استاذ محمود ايه اخر اعمالك؟ اخر اعمالي كان في فيلم مع استاذ مصطفى بكري، هو المخرج بتاع العمل، مع فيلم الطار في مع استاذ حازم فؤاد. ومين الممثلين اللي انت اشتغلت معاهم في اعمالك الفنية؟ انا اشتغلت مع الفنان حازم فؤاد والفنان عيد ابو الحمد. عايزين برضو نعرف من حضرتك ايه اكتر كواليس من فيلم لسه فاكرها ومؤثره مع حضرتك لحد دلوقتي؟ فيلم الطار. فيلم الطار اكتر كواليس كنت لسه بصوره من 3 4 ايام من مع الفنان حازم فؤاد، عملنا شغل حلو قوي 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 عن الطار وان شاء الله يعجبكم. حضرتك شغال شغلانات تانية غير الاخراج او التمثيل؟ لا هو الاخراج بس. هو الاخراج بس. حضرتك شغال برضه شغل تاني ولا هو التمثيل بس؟ لا هو التمثيل بس. استاذ مصطفى عايزين منك نصيحه للشباب عن الاخراج وان هم يسعوا ازاي. والله احب انصح كل شاب داخل الوسط الفني اسعى واجتهد، ما تيجيش تقول لي اصل اشمعنى الفنان محمد رمضان، اصل اشمعنى الفنان الفلاني، اسعى واجتهد وهتوصل، ادرس اتعلم والله العظيم هتحقق حلمك، بس اهم حاجه في المجال يبقى عندك صبر وطوله بال كبيره قوي قوي قوي. بيقول لك لولا احلامنا لماتت عقولنا بما يفعله الواقع بنا. وانت بتتكلم عن محمد رمضان، محمد رمضان برضو بدا من الصفر وبدا طبعا. من الاول خالص من البدايه ان هو ما كانش لسه حد يعرفه في الوسط الفني، وبدا واشتغل على نفسه واجتهد ودلوقتي بقى من اوائل النجوم في الوسط الفني. المشكله في الشباب اللي طالع يجي لما تقول له ادرس اتعلم انزل لوكيشن يقول لك مش معنى محمد رمضان. طبعا استاذ محمد رمضان برضو تعب ونزل. استاذ محمد رمضان تعب واتمرمط في الاول ووصل لنتيجه حلوه قوي، اتعب زيه، خد الفتره اللي هو خدها واتعب زيه، لكن ما تيجيش تقول لي اصل اشمعنى محمد رمضان، انا عايز ابقى محمد رمضان، هو طلع محمد رمضان، يا حبيبي محمد رمضان ما طلعش بالسهل زي ما انت فاكر، بس طبعا ده مش دليل على انهم هياخدوا وقت طويل جدا لحد ما ياخدوا فرصتهم. لا طبعا. هو سعي واجتهاد من الشخص نفسه. اسعى واجتهد هتلاقي بعدين الفرصه هتجيلك لحد بالزبط. عندك بالزبط. بس بالسعي والاجتهاد بالظبط. عايزين برضو نعرف من حضرتك بتقول ايه للشباب اللي عايزه تبدا في التمثيل، ازاي تبدا وتنصحهم بايه؟ والله احب اقول لهم لكل الشباب اللي عندها موهبه وعندها طموح وحابه ان هي توصل لهدفها وتحقق يعني هدفها وتوصل لحلم في دماغه ومحقق يعني عايز يحقق حلمه، فيتعب ويجتهد ويشتغل على نفسه، وكل ما هيتعب ويشتغل على نفسه اكتر وكل ما يسعى فربنا يجازيه يعني خير ويجازي تعبه. طبعا لو جاي قدام حضرتك مثلا ان في حد شاطر في التمثيل طبعا اكيد هتساعده صح؟ اكيد طبعا. استاذ محمود انت شايف ان التمثيل ده موهبه بس ولا بتبقى كورسات برضه؟ لا هو الحقيقه بس هو التمثيل ده هو على العموم يعني هو مهنه زي اي مهنه تمام، بس ولكن هو بيعتمد على الاداء والشخصيه والجراءه واهم حاجه وكمان ثقه بالنفس، ان يكون الواحد عنده يعني شخصيه قويه جدا جدا كده ويكون واثق في نفسه وما يهبش اي حاجه. يعني ما بتبقاش موهبه بس، بتبقى موهبه وشغل وان انت لا لا حاجات كورسات. كتير طبعا. عايزين برضو نعرف من حضرتك ان لو في حد عايز يشتغل شغل تاني جنب الاخراج ده هينفع ووقته هيسمح ولا لا؟ هو هينفع ولكن الشخص هيبقى مشتت. يعني هيبقى مش مشتت هينفع جدا. هيبقى مشتت، هو ممكن يشتغل مفيش مشكله ولكن يبقى كل تركيزه على هدفه، لان بعد كده هو هيثبت في المجال ده وهيوصل، فعاوز يبقى نتيجه كويسه يبقى يزود من قدراته في المجال بتاعه، لكن انا ما بقاش شغال شغلانه تانية 12 ساعه و8 ساعات وتقول انا عايز ابقى مخرج، انا عايز ابقى ممثل، عمر ما هيبقى فيه ولا بين الاثنين، لازم انت تركز يعني في الحاجه اللي انت عاوزها. يعني مفيش حد هيعرف يوفق بين الاثنين ويبقى احسن حاجه فيهم. لا طبعا مستحيل. استاذ مصطفى هل الشخص لو حاب ان هو يبقى مخرج وممثل ومؤلف هل ده يبقى برضه فيه صعوبات ولا يبقى المشكله سهله بالنسبه له؟ بص هو سهل، هو افضل حاجه لما المؤلف يبقى مخرج يطلع شغل حلو، ولكن لو المخرج اتعامل مع مؤلف بيبقى فيه اختلافات كتير على فكرة، لان المخرج كاتب يعني كاتب بصيغة معينة والمخرج عاوز يغير في القصة بصيغة معينة،
يعني انت كمخرج ومؤلف ديت ميزه مش عيب صح؟ لا ميزه جدا وبتساعدني جدا في شغلي. استاذ محمود عايزين برضو نعرف من حضرتك لو انت مثلا في عمل دلوقتي وجاي لك عمل تاني مع ممثل انت شايف ان انت بتتمنى من زمان انك تشتغل معاه، تقدر تقولي هتتصرف ازاي؟ لا اكيد طبعا يعني هتصرف ويعني هحاول برضو بقدر الامكان ان انا يعني دي برضو حاجه ما تترفضش، يعني ان انا ما اقدرش مثلا يعني لو جالي مثلا شغل مع محمد رمضان ما اقدرش طبعا ارفض اقول لا انا بس انا معايا شغل. الشغل الاول ولا هتعمل ايه؟ لا مش هسيب الشغل، هحاول ان انا اظبط مواعيدي واظبط وقتي واشتغل في الاثنين. برضو عايزين نعرف من حضرتك لو في مثلا عملين في نفس الوقت حضرتك بتعرف تعمل ده ولا لا؟ بعرف بنسق المواعيد بين العملين اذا كان فيلم او مسلسل وبعمل الحركه مع الممثلين وبظبط الدنيا مع المساعدين والمنفذين، لان انا مش بشتغل في العمل لوحدي بيبقى في منفذين معايا يعني، بس فبدي كل واحد مواعيده وبصور عادي ما فيش اي مشكله. طب يا استاذ مصطفى دلوقتي انت لو جالك شغل اخراج وشغل تمثيل ايه افضل حاجه هتعملها؟ الاخراج. الاخراج انا اتعرض عليا فيلم قبل كده اخد فيه 150,000 جنيه وكان فيه حوالي 10 مشاهد يعني. ده دليل على انك بتحب الاخراج. تمثيل كممثل تمام. فطبعا رفضته. انما الاخراج تمام. عندك افضل بكتير جدا. وانت نفس السؤال ليك يا استاذ محمود، لو جالك شغل اخراج وشغل تمثيل انت كممثل هل تحب ان انت تخش شغل الاخراج ولا لا؟ لا انا موهبتي في التمثيل فقط يعني، انما في التمثيل انا بادي فيه يعني ادوار بطلع اداء يعني ممتاز. طبعا حضرتك لو مثلا في موقف انك جاي لك شغل انك تبقى مساعد مخرج وفي نفس الوقت ممثل هتعرف تعمل الاثنين مع بعض؟ على حسب مواعيد الشغل معايا وعلى حسب. وحضرتك تعرف تعمل الاثنين ولا لا؟ يعني حضرتك ممثل بس ولا برضو دارس اخراج؟ لا انا ما درستش اخراج. هو الموهبه الافضل ليه؟ انا موهبتي يعني في التمثيل فقط. تمام. هو الموهبه بيتكلم في ان الموهبه بتاعته الافضل ليه هي موهبه التمثيل، الاخراج بالنسبه له مش شغله دلوقتي بالزبط. انما استاذ مصطفى بيتكلم ان هو مخرج ومؤلف وممثل ممكن يشتغل كذا حاجه بس الافضل ليه برضو الاخراج صح كده يا استاذ؟ بالظبط. وبناء عن دراسه على فكره هو حضرتك ممكن تعمل عملين في نفس الفيلم، يعني ممكن تبقى مخرج وممثل في نفس الفيلم؟ ممكن جدا طبعا، بس دي ترجع على حسب قدرات كل شخص، في شخص طيب. ممكن يقدر يعمل كده وفي شخص ما يقدرش، يقدر او ما يقدرش بناء عن الدراسه والخبره اللي عنده. انت بتتكلم برضو ان الكورسات والشغل اللي انت بتشتغله ده بيساعدك ان انت تبقى مخرج وممثل في نفس الوقت بالزبط. صح كده؟ ده دليل طبعا على ان لو حد ما خدش كورسات وما نزلش ورش عمل مش هيعرف يعمل ده طبعا، ولازم ينزل على ارض الواقع اللوكيشن يتعامل مع الممثلين يتعامل مع اكسسوار مع الملابس عشان يعرف يتاقلم ويدير اللوكيشن. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. في الاول حابب اشكر زميلي احمد واشكر ضيوفي طبعا، واستنونا في حلقه جديده من برنامج ابدا بنفسك.